تمكنت الضبطية القضائية بأم دائرة ابن زياد بأمن ولاية قسنطينة من فك لغز جريمة السرقة بالتسلق من داخل المنزل. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 29/9/2021، إن تلقت المصلحة شكوى من قبل أحد المواطنين بخصوص تعرض منزله لسرقة مسوغات من المعدن الأصفر وكذا مبلغ مالي معتبر. إثر ذلك بشر عناصرنا تحريات معمقة في القضية، وبتفعيل العمل الاستعلاماتي وكذا استغلال كل المعطيات المتوفرة التي أثمرت بتحديد هوية الفاعلين ومكان تواجدهم بإحدى الولايات الساحلية بوسط البلاد بغرض ترتيب عملية مغادرتهم التراب الوطني بطريقة غير شرعية على الفور، وبالتنسيق مع النيابة المحلية بناء على إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص تنقل عناصرنا إلى مكان تواجدهم، أين تم توقيف 3 أشخاص فاعلين في القضية، كما تم استرجاع مبلغ مالي معتبر قدر ب 93 مليون سنتيم.